الحمد لله، الحمد لله القائل في كتابه العزيز: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، ويقول سبحانه: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، ويقول سبحانه: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا، ويقول سبحانه مخاطبا نبينا صلى الله عليه وسلم: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم. نسأل الله عز وجل أن نكون منهم أو أن نكون معهم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، لا شيء قبله ولا شيء بعده، له الفضل وله النعمة وله الثناء الحسن الجميل. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله عبد الله ورسوله نصح الأمة وكشف الله به الغمة، بلغ الرسالة وأدى الأمانة، وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل اختارني واختار لي أصحابا، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن آذاهم فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله، ومن آذى الله يوشك أن يأخذه. وقال صلى الله عليه وسلم: الله الله في أصحابي، لا تسبوا أصحابي، فمن سبهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. ثم إن المؤمن بطبعه لا يمكن أن يكون سبابا لأحد، لا لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا لغيرهم، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين وبعد. فمن هنا، من مسجد الصحابة، ولعل من التوافق الطيب أن يأتي حديثنا عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من هنا، من مسجد الصحابة، تيمنا بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من مدينة شرم الشيخ، من أرض سيناء الآمنة المباركة بإذن الله تعالى. والحديث هنا حديث خاص، لأنه حديث عن حبيبنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعن سادتنا الكرام أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وحمزة ومصعب ومعاذ بن جبل وابن مسعود وابن عباس وسعد بن عبادة وسعد بن معاذ وغيرهم من أصحاب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم واصفا بعض أصحابه،
أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأقواهم في أمر الله عمر، وأصدقهم حياء عثمان، وأقضاهم علي بن أبي طالب، ولكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح، وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، وأقرأهم أبي، وأفعضهم زيد بن ثابت. وهناك أحاديث أخرى كقوله صلى الله عليه وسلم: لساق بن مسعود في الميزان أثقل عند الله عز وجل من جبل أحد. ونبدأ بوقفة مع الحديث الأول: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر. سئل النبي صلى الله عليه وسلم يوما: من أحب الناس إليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال عائشة: قيل من الرجال، قال أبوها. وقال يوما: الله الله في أصحابي، لا تؤذوني في أصحابي، إن أمن الناس علي. على من؟ على سيدنا رسول الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يعرف الفضل لأهله. إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر. قلتم كذبت، وقال أبو بكر: صدق، وواساني بنفسه وماله، فهل أنتم مسلموا لي صاحبي؟ فما أوذي أبو بكر بعدها قط. وكان صلى الله عليه وسلم يقول لسيدنا عمر بن الخطاب أو عنه: إن الله عز وجل جعل الحق على لسان عمر وقلبه. أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأقواهم في أمر الله عمر. يقول حافظ في وصف سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وبيان عدله دون تفرقة بين قوي أو ضعيف، وأنه رضي الله عنه كان لا تأخذه في الحق لومة لائم، ولا يخشى في الحق إلا الله. يقول حافظ: كم خفت في الله مضعوفا، كم خفت في الله مضعوفا دعاك به. عندما يدعوك الضعيف تقف إلى جانبه خوفا من الله من أن يضيع حقه. كم خفت في الله مضعوفا دعاك به، وكم أخفت قويا، وكم أخفت قويا ينسني تيها، فلا الضعيف ضعيفا بعد حجته، فلا الضعيف ضعيفا بعد حجته، وإن تخاصم راعيها وواليها، فلا الضعيف ضعيفا بعد حجته، وإن تخاصم راعيها وواليها، ولا القوي قويا، ولا القوي قويا رغم عزته عند الخصومة والفاروق قاضيها، ولا القوي قويا رغم عزته عند الخصومة والفاروق قاضيها. وهال صاحب كسرى، وهال صاحب كسرى ملك الفرس، أن رأى عمرا بين الرعية عطلا وهو راعيها، فهان في عينه
ما كان يعظمه من الأكاسر والدنيا بأيديها، وقال قولة حق، وقال قولة حق أصبحت مثلا، وأصبح الجيل بعد الجيل يرويها. أمنت لما أقمت العدل بينهم، أمنت لما أقمت العدل بينهم، فنمت نوم قطير العين هاديها. فمن يباري أبا حفص وسيرته، أو من يحاول للفاروق تشبيها. كتب يوما إلى عامله أبي موسى، عاملي على الكوفة، يا أبا موسى آسي بين الناس، سوي بينهم في مجلسك ووجهك، حتى لا يطمع شريف في حيفك، ولا ييأس ضعيف من عدلك. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: إن الشيطان ليخاف منك يا عمر، ولو سلك ابن الخطاب طريقا لسلك الشيطان طريقا آخر. ولذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم: إن أهل الجنة ينظرون إلى من فوقهم في الدرجات العلى منها، كما تنظرون الآن إلى الكواكب الطالعة والنجوم الساطعة. نظرت أهل الجنة إلى أصحاب الدرجات العلى كنظرتنا إلى السماء. يقول: منهم أبو بكر وعمر وأنعما، أي وأنعم بهما، صدقوا الله فصدقهم، وأصدقهم حياء عثمان. عثمان الذي اشترى بأرومة، عثمان الذي جهز جيش العسرة، عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من جهز جيش العسرة فله الجنة، فجهزه عثمان بن عفان، جهز ثلث الجيش وحده. وجلس النبي صلى الله عليه وسلم في محراب مسجده المبارك بالمدينة المنورة، فجاء عثمان رضي الله عنه بألف دينار من الذهب الخالص، وأخذ يصب الذهب صبا في حجر النبي صلى الله عليه وسلم تجهيزا للجيش، ووجه النبي صلى الله عليه وسلم يتهلل ويقول: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخصه بمزيد من الإكرام. حدثته السيدة عائشة رضي الله عنها: لماذا يا رسول الله تخص عثمان بهذا الحياء؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أستحي، ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة. ويوم الحديبية أرسل النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا عثمان إلى أهل مكة ليعلمهم أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء معتمرا لا يريد قتالا. وأشيع أن سيدنا عثمان رضي الله عنه قد قتل، وكان أهل مكة قالوا لسيدنا عثمان: يا عثمان، لن يدخل محمد مكة هذا العام حتى لا يتحدث الناس أنه دخل علينا عنوة، أما أنت فلست ممنوعا من طواف بالبيت، فإن أردت أن تطوف بالبيت فطف. فقال سيدنا عثمان: ما كان لعثمان أن يطوف ورسول الله ممنوع، ما كان لعثمان أن يطوف ورسول الله ممنوع. أشيع أن سيدنا عثمان قتل، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه إلى البيعة على ألا يفروا، وعلى أن يصبروا، وعلى إحدى الحسنيين
النصر أو الشهادة. فأخذوا يبايعون رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدا واحدا حتى انتهوا جميعا من بيعتهم. فلما انتهوا من بيعتهم وضع النبي صلى الله عليه وسلم إحدى يديه في الأخرى وقال: وهذه بيعة عثمان بن عفان. وفي هذه البيعة بيعة الشجرة أو بيعة الرضوان نزل قول الله تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. فعلم ما في قلوبهم من الصدق والإخلاص فأنزل السكينة عليهم وأسابهم فتحا قريبا. زوج النبي صلى الله عليه وسلم ابنته لسيدنا عثمان، فلما مات طآه حزينا فقال له: لا تحزن يا عثمان، وزوجه ابنته الثانية. فلما مات طآه حزينا أن فقد نورها الذي كان يصله بابنتي رسول الله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحزن يا عثمان، لو كان معنا ثالثة لزوجناك. ولما صعد صلى الله عليه وسلم جبل أحد يوما ومعه سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر وسيدنا عثمان، حدث ما يشبه الزلزال، ارتجف الجبل، فضربه النبي صلى الله عليه وسلم برجله وقال له: اثبت احد، اثبت احد، انما عليك نبي وصديق وشهيدا، اثبت احد، انما عليك نبي وصديق وشهيدا. يقول الحق سبحانه: والسابقون الأولون، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. نسأل الله عز وجل أن نكون ممن اتبعهم ويتبعهم بإحسان. توبوا إلى الله واسألوه العفو والعافية. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وعلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه ومن اهتدى. الحديث عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أصحاب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يحيط به قول قائل أو أن يلم به حديث أو مئة حديث. لذا أختم حديثي بموقفين اثنين: كيف كان أصحاب سيدنا رسول الله يحبونه، وكيف كان يحبهم، وكيف كان يتعامل معهم. والموقفان ليس مع كبار الصحابة كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومعاذ وأبي وزيد بن ثابت، فكما تحدثنا عن طرف أو جانب
من حديث رسول الله عن كبار أصحابه نتحدث أيضا عن كبار أصحابه. الأول أعرابي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، إني أريد أن أهاجر معك. فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة. ثم جاءت غنائم فقسم له النبي صلى الله عليه وسلم قسما أي نصيبا منها، وأرسل به إلى هذا الأعرابي فقال لهم: ما هذا؟ قالوا: هذا قسمك نصيبك. وكأنهم ظنوا أنه استقله أي عده قليلا. قال: بك معي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذهب إلى سيدنا رسول الله قال: ما هذا يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا قسمك. فقال: يا رسول الله، ما على هذا بيعتك ولا على هذا اتبعتك ولا على هذا هاجرت معك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: فعلى ما بايعتني وعلى ما اتبعتني وعلى ما هاجرت معي؟ قال: يا رسول الله، إنما بايعتك على أن أهاجر معك فأقاتل معك فأرمى بسهم هاهنا، وأشار إلى عنقه، فأرمى بسهم هاهنا فأقتل فأدخل الجنة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن تصدق الله يصدق. فما لبثوا غير قليل حتى جاءت إحدى المعارك، وفي نهايتها جيء بالرجل شهيدا بسهم في المكان الذي أشار إليه. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أهو هو؟ أهذا هو الرجل الذي قال: بايعتك على أن أرمى بسهم هاهنا؟ قالوا: هو يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق الله فصدقه. ثم توجه إلى ربه قائلا: اللهم إن عبدك هذا خرج مهاجرا يبتغي الشهادة فقتل في سبيلك فمات شهيدا، أنا شهيد عليه. أي شهادة أعظم من شهادة رسول الله: اللهم إن عبدك هذا خرج مهاجرا يبتغي الشهادة فمات شهيدا، أنا عليه شهيد. وكان له من أصحابه رجل من الفقراء المساكين اسمه جليبيب، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: ألا تتزوج يا جليبيب؟ فيقول: ومن يزوجني يا رسول الله؟ ثلاث مرات مختلفة، في كل مرة يقول له النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تتزوج يا جليبيب؟ يقول له: ومن يزوجني يا رسول الله؟ ففي الثالثة قال له: اذهب إلى بيت فلان من الأنصار فقل لهم: رسول الله يقرئكم السلام وأن تزوجوني ابنتكم. فذهب إليهم فطرق الباب: من؟ قال: جليبيب. قالوا: ما لنا ولجليبيب. فخرج الرجل: ماذا يا جليبيب؟ قال: رسول الله يقرئكم السلام. فارتج البيت فرحا، ثم قال: وأن تزوجوني ابنتكم.
فقال الرجل: أشاور أهلي. فخرجت البنت، وقبل أن يتحدث أحد قالت لأبويها: أترداني؟ أترداني أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أترداني رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ادفعوني إليه فإنه لن يضيعني، ادفعوني إليه فإنه لن يضيعني. ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون له الخيرة من أمرهم. ادفعوني إليه. أخذها أبوها وذهب بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعلم رسول الله بما كان، فدعا لها قائلا: اللهم صب عليها الخير صبا صبا، ولا تجعل عيشها كدا كدا. فما رأت في حياتها كدا قط. وجاءت معركة من المعارك يوم من الأيام، والقرآن تحدث عنها بأيام. والحرب في الإسلام حرب دفاعية، وسماها القرآن أياما: يوم الفرقان، يوم حنين. ولم يكن الإسلام يوما معتديا، إنما كانت حربا دفاعية ردا لعدوان أو دفعا لخيانة أو لتآمر. في يوم من الأيام ومعركة من المعارك، وبعد انتهاء المعركة، قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أتفقدون أحدا؟ يقولون: نفقد فلان. أتفقدون أحدا؟ يقولون: نفقد فلان. ثم قال لهم: أتفقدون أحدا؟ قالوا: لا يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني أفقد أحدا. قالوا: من يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: إني أفقد جليبيبا. فنظروا فإذا هو بين سبعة من المشركين قتلهم وقتلوه. فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: جليبيب مني وأنا منه، جليبيب مني وأنا منه. ثم حمله النبي صلى الله عليه وسلم على ساعديه، ليس له من حامل سوى ساعدي النبي صلى الله عليه وسلم، حتى وضعه في قبره وصلى عليه. وأختم بهذه المرأة الفقيرة المسكينة السوداء التي كانت تقم المسجد، أي تجمع القمامة منه، وافتقدها النبي صلى الله عليه وسلم. أين هذه المرأة التي تقم المسجد؟ كانت امرأة مسكينة لا يلتفت إليها أحد، كانت عجوزا. قالوا: ماتت منذ أيام يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لما لم تخبروني؟ كأنهم استقلوا أمرها. ثم قال: دلوني على قبرها. فذهب إليها فصلى عليها، ثم التفت إلى أصحابه فقال لهم: إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أصحابها، وإن الله عز وجل ينورها لكم بصلاة عليكم. صلوات ربي وسلامه عليه. اللهم صلي وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد في الأولين، وصلي وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد في الآخرين، وصلي وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين،
وارض اللهم عن صحابته أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر الصحابة والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وألحقنا بهم يا رب العالمين غير ضالين ولا مضلين ولا فاتنين ولا مبتدعين. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا، اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. اللهم أدخلنا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب، واغفر اللهم لنا ولإخواني الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل فينا ولا لنا ولا بيننا مريضا إلا شفيته، ولا همّا إلا فرجته، ولا عسيرا إلا يسرته. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد. ويا عبد الله أقم الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.